بنشكرك وشدي حيلك وكملي، وانت فعلا يا وسام وانت عندك 29 سنه انت بميت راجل. شكرا ليك يا وسام. وهنعمل فاصل ولا لسه؟ لا هنتكلم بقى النهارده لازم على يعني فعاليات الحوار الوطني. هنستكمل حوار احنا كنا بدأناه مع حضراتكم طبعا الاسبوع اللي فات، فعاليات الحوار الوطني حاله مصريه وطنيه مهمه جدا، له اهميه كبيره جدا بالنسبه للمواطن المصري البسيط، وان بيتم من خلال هذا الحوار مناقشه كل مشاكله وكل ما يهمه. النهارده بيستكمل الحوار الوطني جلساته باطلاق اول جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، واللي هيناقش بعض من القضايا. النهارده مثلا هيكون في ثلاث جلسات، في مناقشه النظام الانتخابي لمجلس النواب، وهيتم مناقشه كمان قضيتي القضاء على كافه اشكال التمييز، وكمان موضوعات ثانيه مهمه اعتقد كلنا لازم يكون لنا دور ايجابي وفعال اكتر ان احنا نتابع وان احنا نشارك، وان احنا لو عندنا يعني حاجه ممكن احنا نقترحها ما نبخلش على وطننا بالادلاء بصوتنا، بان احنا نعبر، ان احنا نحاول نحل، لان الارث ما هواش خفيف، ولكن لو كل واحد فينا قام بدوره وكان دوره فعال وايجابي ووطني بالتاكيد ان شاء الله كلنا هنطلع بوطننا الغالي مصر الى بر الامان، وربنا دايما يحفظ مصر، لان ثمار الحوار ده بيترجم على ارض الواقع، وفي النهايه اهم حاجه ان هو المواطن يشعر بيه وانه يكون جزء اساسي في المشاركه من خلاله. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الجلسات دي زي ما سمعنا من الاول هتكون كلها مذاعه على اكسترا لايف، يعني اي حد فينا عايز يتابع ده. اكسترا لايف هي ولا اكسترا نيوز؟ اكسترا لايف. اكسترا لايف على اكسترا لايف. فده يعني لو معناه حاجه معناه ان مصداقيه، ان معناه ثقه، معناه ان دوله قويه، دوله ما بتخبيش حاجه، عندنا يعني مساحه واسعه ان احنا نسمع بعض ونختلف مع بعض، وفي النهايه نصل في النهايه الا يعني اهم حاجه ان احنا نصل اللي يهم المواطن المصري، وان مصر هي الاساس، هي المحور، مصلحه مصر. بصي امبارح والله يا جيسي انا كنت موجوده امبارح على الهواء وكان معانا الدكتوره ندى، ودي كانت اللي هي امينه الحوار الوطني، اللجنه في الحوار الوطني عن الصحه والتعليم. كان اللقاء كان في يعني مش قادره اقول لك اثلج قلوبا. يعني ازاي شرحت لنا بيعملوا ايه، بيطرح ايه من محاور علشان ترفع للمسؤولين بكل درجاتهم الى ان تصل الى القمه يعني. وقد ايه مدركين لكل المشاكل اللي موجوده عندنا من الناحيه الصحيه، والتامين الصحي ممكن يتعمل بيه ايه، عاملين ملف كامل كان هيتناقش في جزئية الصحة ده. والصحة دي أساس طبعا، دي ده احنا بنقول يا رب خد أي حاجة وادينا صحة. صحيح. فدلوقتي قبل بقى ما